أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في مختصر سفيركم، وهذه أبرز الأخبار. ففي الخبر الأول، أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة في مذكرة عممتها على المسؤولين الجهويين والإقليميين على ضرورة تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة، مؤكدة على أهمية وضع المصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار. وفيما يتعلق بالهجرة، فقد كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة الأجانب الذين تم طردهم من فرنسا بسبب إدانتهم في ارتكاب مجموعة من الجنح بلغت في سنة 2023 30%، وهو ما يعادل إعادة 4686 مدانا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية، وفق ما كشف عنه وزير الداخلية جيرال دارمانان. وفي خبر آخر، أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في بلاغ لها عن احتضان مركب محمد السادس لكرة القدم، المناظرة الأولى لطب كرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 4 يناير وإلى غاية 6 من نفس الشهر. كانت هذه أبرز أخبارنا لليوم. للمزيد من المستجدات زوروا موقعنا، ولا تنسوا سفيركم جسركم للخبر.